السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. الدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، بل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سماه عبادة ما سماه دعاء، لأن الدعاء عبادة. جميل. من أدب الدعاء رفع اليدين. الصفة في رفع اليدين صفات، احنا نعرف صفة واحدة هكذا؟ لا، حتى شفنا إمام الحرم النبوي هو يدعو على المنبر يدعو بالطريقة هذه. وبعض الناس الجهلة في الدين مفاهمين الفقه والشريعة للأسف يغلطون على الشيخ وقال شو هالدعاء هذا. نقول للجميع رفع اليدين في الدعاء له صفات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع أصبعه في الدعاء، وثبت عنه أنه دعا بالطريقة هذه، جعل الباطن هكذا بالطريقة كأنه يعني أخذ ماء بيده هكذا. وفي صفة ثالثة أنه جعل باطن اليد على وجه هكذا مغطي وجهه بالطريقة هذه. الصفة الثالثة اللي سواها إمام الحرم النبوي أنه رفع وجعل يده هكذا الظهر إلى السماء والباطن إلى الأرض. والدليل على هذا حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول دعا عليه الصلاة والسلام فجعل ظاهر كفه إلى السماء والباطن إلى الأرض بالطريقة هذه. أيضا في صفات في الدعاء أنه دعا، كيف دعا؟ يمكن تكون غريبة، ترى بعض الناس بحكم أنه أول مرة يشوفها شهد دعاء شهد طريقة، تخيل دعا عليه الصلاة والسلام. إحنا مو قلنا في صفة بالطريقة هذه، في صفة عكس جعل باطنها هكذا إلى القبلة. وفي صفة أيضا أن بعض الناس إذا دعا ما يعرف يقول الآن الطريقة هذه أنا أول مرة أسمعها، مو مقياس أنك أول مرة تسمعها. في طريقة هذه يدعو بالطريقة هذه أو يدعو بالطريقة هذه، لها أكثر من صفة. ست صفات ثبتت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رفع يديه في الدعاء. إحنا عرفت صفة واحدة، على الأقل لو طبقت سنتين اللي هي ما هكذا من باب التدل، كان واحد يعني يطلب من الله تعالى، هو يطلب من الله تعالى. ثانيا يجعل وجهه يده على وجهه بالطريقة هذه عشان لما يبكي ولما يتذلل ما حد يرى وجهه وهو يتذلل. وللأسف بعض الجهلة في الدين وبعض الناس اللي ما عندهم علم في الدين أصبح يغلط على إمام الحرم ويغلط على بعض الناس من طلبة العلم اللي يحيي السنة أميتت. أنا حاولت أني أحيي السنة التي أميتت، حتى لما سواها إمام الحرم النبوي الآن جاء دور أني أنا أتكلم ودافع عنها ودافع عن السنة. الصفة هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا في الاستسقاء يطلب المطر، بل من السنن أن الإنسان يعني إذا استسقى كان عليه الصلاة والسلام إذا طلب الغيث وانتهى قلب رداءه الجاكيت أو البشت أو شيء اللي أنت لابس حتى غسلت تقلبها. ليش أقلبها؟ يعني يا رب من باب القحط وكمال التذلل لله تعالى. فهذه من السنن المهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام.